أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب يتقعقع في الحديد قد بلغ مجهوده لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا قد أدنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده لا يقدر عليها وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى الكلام في صغرى الدليل العقلي ومن تلك الصغريات ومن تلك القضايا العقلية ومدركات العقلية هي استحالة التكليف بغير المقدور. والكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور وقلنا هذا دليل عقلي مستقل تركيبي سالب لأنه ينفي يعني يدخل في استنباط أو يستنبط منه نفي حكم شرعي. وقلنا الكلام وتفصيل الكلام يكون في مراحل وكل مرحلة لها صورة لو صح التعبير. فقلنا ما دام الكلام في قضية تركيبية فالمفروض أن تكون القضية التحليلية مسلمة ومعروفة
ونحن في هذه المرحلة القضية غير معروفة عندنا، فعلينا أن نتحدث في حقيقة القضية وفي تحديد القضية، وبعد أن ننتهي من تحديد القضية ومعرفة حقيقة القضية التي نتحدث عنها، ماذا نقصد باستحالة التكذيب بغير المقدور، بعد ذلك نتحدث هل فعلا يوجد استحالة أو لا يوجد استحالة، ويكون الحديث في الاستحالة من خلال البحث وما سيترتب عليه إن شاء الله، وبعد ذلك نتحدث في ثمرة هذه المسألة، طبعا الثمرة المرجوة التي تدخل في عملية الاستنباط والتي يترتب عليها في هذه المسألة يترتب عليها نفي الحكم، وفي مسألة أخرى يترتب عليها إثبات الحكم أو تطبيق المسألة الأصولية على هذا الاحتمال أو على ذاك الاحتمال حسب القضايا العقلية والأدلة العقلية التي تدخل في عملية الاستنباط. إذن فاستحالة التكذيب بغير المقدور، هذه القضية، هذا الدليل العقلي يتصور له عدة معاني، هذا المعنى له عدة معاني، وتذكر هذه أو نذكر البيان في صور، وهنا صور ليس بالضرورة أن تكون الصورة هي أحد المعاني لاستحالة التكذيب بغير المقدور كما أشرنا سابقا. إذن في المقام التكذيب بغير المقدور، لو صح التعبير لنترك عنوان الاستحالة، التكذيب بغير المقدور له صور، هذه الصور تقسم بلحاظ المراحل، فالمراحل التي يمر بها الحكم الشرعي لو صح التعبير، الحكم وروح الحكم والمبرز للحكم وما يترتب على الحكم يمر في مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاك، والثانية الإرادة، والثالثة الاعتبار أو الجعل أو الحكم، والرابعة مرحلة الإثبات أو المبرز أو الخطاب، والخامسة مرحلة الإدانة. ولكل مرحلة هذه التي أعطيناها اسم صورة، صورة أولى وصورة ثانية وصورة ثالثة، كل صورة تتعلق بمرحلة، كل مرحلة تكون ضمن صورة. إذن الكلام في الصورة الأولى، الكلام قلنا في صور معنى التكليف بغير المقدور. الصورة الأولى قلنا في مرحلة الملاك، مرحلة الملاك، فقلنا كما بينا لا نريد أن نطيل، وسنقرأ إن شاء الله، وخلال الشرح أيضا سنشير إلى ما ذكرنا سابقا وما نذكره خلال الشرح إن شاء الله. نقول في مرحلة الملاك قلنا هل يوجد ملاك، هل يوجد مصلحة في فعل غير مقدور؟ نقول نعم، ممكن أن نتصور الملاك، نتصور المصلحة في فعل غير مقدور كما في مثال الطيران لا ننسى، إذن نقول هل يستحيل الملاك ووجود الملاك ووجود المصلحة في فعل غير مقدور؟ نقول لا، لا يوجد استحالة. إذن ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، إذن ممكن أن يتحقق ملاك حتى لو لم يكن شرط القدرة، لو لم يكن شرط القدرة متحققا، حتى لو كان المكلف عاجزا عن الفعل لكن يوجد ملاك ويوجد مصلحة بالفعل، حتى لو عاجز عن الاتيان به، إذن فمن الممكن أن يكون الملاك بأمر أو يكون الملاك بفعل غير مقدور، ممكن هذا كما بينا في مثال الطيران لإنقاذ الغريق طبعا. هذه الصورة الأولى، إذن لا يوجد فيها استحالة، إذن وجود الملاك، تحقق الملاك في الفعل غير المقدور ليس فيه استحالة، إذن ممكن أن يوجد الملاك في فعل غير مقدور، يوجد مصلحة في فعل غير مقدور، لا يوجد استحالة في المقام. نأتي إلى الصورة الثانية وهي مرحلة الإرادة، مرحلة الحب والشوق، وهذه مرحلة الإرادة طبعا هي متفرعة ومترتبة
على الملاك، بعدين يدرك المولى الملاك، بعدين يتصور الملاك ويدرك الملاك ويصدق به، يشتاق إليه، يتعمق الشوق، يتأكد الشوق، يشتد الشوق، فتحصل إرادة تضغط على العضلات، يعتبر، يصوب هذه القضية، يجعل، بعد ذلك يبرز بمبرز، سواء كان الخطاب أو أم غير الخطاب. إذن مرحلة الإرادة، إرادة متفرعة، الشوق متفرع، الحب متفرع على وجود المصلحة. فإذا تحقق الملاك، تحققت المصلحة في فعل غير مقدور، وهذا الملاك عندما يتحقق تتحقق وتتفرع عليه الإرادة، الشوق، الحب، الإرادة. إذن الإرادة والحب والشوق تفرعت عن أي شيء، عن ملاك بفعل غير مقدور، إذن هي ناشئة من هذه الإرادة وهذا الشوق أيضا بفعل غير مقدور. إذن يوجد استحالة في وجود الإرادة والشوق والحب بفعل غير مقدور؟ نقول لا يوجد استحالة، ممكن أن تحصل إرادة وشوق إلى فعل أو بفعل غير مقدور. إذن ليس من الضروري أن تكون الإرادة مشروطة بالقدرة، فالإرادة ناشئة من ذلك المكان، من ذلك الملاك والمصلحة، غير المشروط بالقدرة. فبالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، كما قلنا تعلقت إرادة الأمر بطيران هذا الشخص لإنقاذ ذلك الغريق، سواء كانت عدم القدرة والاستحالة ذاتية أو كانت هي ممتنعة بالغير، استحالة ذاتية ولو صح التعبير استحالة في العرض أو بالغير، سواء كان الامتناع ذاتيا أو كان بالغير. نأتي إلى المرحلة الثالثة كما بينا، وهي مرحلة الاعتبار، مرحلة الاعتبار، مرحلة الجعل، مرحلة الحكم، مرحلة الصياغة، مرحلة التكليف. وقلنا كما بينا هنا، قلنا هذه مرحلة الحكم سميناها، والإرادة والشوق والملاك والمصلحة هي روح الحكم أو مبادئ الحكم، هذا التفصيل أشرنا عليه سابقا. نقول مرحلة الاعتبار، مرحلة الصياغة، مرحلة الجعل، مرحلة التكليف، مرحلة الحكم، أي شيء تريد أن تسميه فنابش في هذا المقام. وهنا قلنا فرضا إذا لاحظنا مرحلة الاعتبار بما هو اعتبار بغض النظر عن البعث والتحريك، فالاعتبار هو سهل المؤونة، خفيف المؤونة، نستطيع أن نعتبر، نصوغ. كيف نصوغ؟ لا ننسى نحن حتى في عالم الألفاظ، قلنا يوجد مجلس للواضع، صورنا وقربنا هذه القضية، كما في المحكمة يجلس القاضي ويجعل المتهم هنا، يجلس المتهم هنا، والمشتكي في الجانب الآخر والشاهد في الجانب الآخر، فيتصور القاضي ماذا سيحصل، يتصور أن هذا سيستدعي الشاهد ويطلب الشهادة، المتهم يتحدث، يتصور المتهم وكيف يتحدث، ربما في البيت يحضر هذه الأمور وهذا الترتيب وهذه الصياغة، يسوق هذه القضية هناك، يأتي في هذا المكان يبرز هذه في ذهنه، صارت القضية الصور، وبعد ذلك يسوق هذه القضية خلال جلسة الحكم ويبدأ بهذا وذاك حسب الصور، يبرز ما موجود في ذهنه وما صاغه في ذهنه من ترتيب وقيادة لو صح التعبير لهذه الجلسة من المحكمة، فيبرز هذه بإشارة أو بخطاب والكلام. إذن نحتاج إلى مرحلة صياغة، مرحلة اعتبار، مرحلة جعل، وبعد ذلك تأتي مرحلة الإبراز بمبرز بخطاب أو غيره. فقلنا إذا نظرنا إلى الاعتبار بما هو اعتبار بمجرده، قلنا فهو خفيف المؤونة، يستطيع أن يتصور أي شيء الإنسان، أي شيء يستطيع يتصور ويعتبر، والكلام في الواجبات في الأحكام
في نسبة أرسالية، في نسبة طوابية، في نسبة زجرية، يستطيع أن يعتبر، يصوغ، يعتبر، يتصور نسبة زجرية، نسبة أرسالية، في مثال نسبة أرسالية أو طلبية نحو الطيران لإنقاذ الغريق، أي شيء تريد أن تتصور هذه النسبة، وفي مقام آخر نسبة زجرية، ولكن تبقى أو يبقى ذلك الفعل هو فيه الامتناع وهو غير مقدور ويعجز عن عليه المكلف وعنه المكلف، يستطيع أن يتصور هذا الشيء. ما هو المانع؟ الاعتبار خفيف المعونة، سهل المعونة، يتصور كل شيء وضع أمامه ويصور هذه الصياغة في داخله، بعد ذلك يستطيع أن يبرز هذه بالخطاب. أين المشكلة في هذا؟ لا يوجد أي مشكلة في هذا الأمر. طبعا قلنا سيقال بأن هذا فيه لغوية، ما هي فائدة الاعتبار؟ هذا ليس فيه ثمرة. الثمرة طبعا المرجوة وأشرنا إليها أنه يكون بعث وتحريك للمكلف الامتثال. لدفع اللغوية في هذا المقام نقول ممكن أن يكون أو تكون الصياغة والاعتبار من أجل فقط فائدة، وهي كشف وجود الملاك والإرادة، والملاك والإرادة قلنا ممكن أن تتعلق بغير المقدور، هذا كل ما في الأمر. يريد أن يبين بأنه يوجد ملاك وإرادة في هذا الفعل بالرغم من عدم قدرة المكلف على الاتيان به، يوجد فيه ملاك ويوجد فيه إرادة. هذا اللحاظ الأول في الاعتبار، إذا لاحظنا الاعتبار بمجرده بما هو، أما إذا لاحظنا الاعتبار بما هو ناشئ من البعث والتحريك، من داعي البعث والتحريك، يعني لم ينشأ اعتبار إلا لأن المولى يريد، يعني المولى يرى الملاك، يتصور الملاك، يدرك الملاك، يصدق بالملاك، يشتاق إلى الملاك، يريد الملاك، إرادة، قلنا شوق شديد، إرادة، صياغة، اعتبار، من أجل أي شيء؟ من أجل أن عندما يريد أن يحقق الفعل، يريد أن يحقق المصلحة، يريد أن يأتي المكلف بالفعل لتحقق المصلحة، فإذا يريد أن يبعث المكلف حتى تحقق المصلحة، يريد أن يبعث المكلف، يحرك المكلف نحو الفعل حتى تحقق المصلحة، أو يريد أن يزجر المكلف عن الفعل حتى تندفع المفسدة في النواهي وهذه في واجبات الأوامر. إذا كان الاعتبار ناشئ من داعي البعث والتحريك، إذا أراد المكلف أن يحرك المولى أن يحرك المكلف نحو الفعل، فهل نتصور ويعقل أن المولى العاقل الحكيم عندما يعلم بأن هذا الفعل غير مقدور للمكلف وأن المكلف عاجز عن الإتيان بهذا الفعل، هل يعقل أن المولى يعتبر ويجعل الحكم والتكليف ويسوق هذا الأمر من أجل أن يحصل البعث والتحريك ويحقق البعث والتحريك؟ نقول لا يعقل، لأن هذه الصياغة لا تحقق البعث والتحريك. لماذا؟ لأن المكلف سوف لا يتحرك لعجزه عن التحرك والبعث، لأن الفعل غير مقدور له، فكيف يسوغ المولى يجعل تكون الصياغة على نحو اللغوية؟ الآن قلنا الصياغة من أجل البعث والتحريك، الناشئة من أجل الداعي لتحقيق الداعي وهو البعث والتحريك، وهنا الداعي لا يمكن أن يتحقق لعجز المكلف عن تحقيق هذا الداعي، فإذا الجعل والصياغة والاعتبار تكون على نحو اللغوية ويستحيل اللغوية من المولى. إذن يستحيل في هذا المقام، يستحيل الجعل والاعتبار بغير المقدور، بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ أن الاعتبار ناشئ من البعث والتحريك. إذن يستحيل، لماذا؟ لأنه يستلزم اللغوية، ويستحيل اللغوية على المولى. إذن يستحيل الاعتبار بغير المقدور، يستحيل الجعل بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل الصياغة بغير المقدور، أي صياغة الحكم، جعل الحكم، التكليف بالحكم، يستحيل بغير المقدور. واضحة؟ الآن نقول في الاعتبار أي من اللحاظين هو
الحجة لو صح التعبير، نقول اللحاظ الثاني هو الحجة، لأن ظهور حال الآمر، ظهور حال المعصوم سلام الله عليه، ظهور حال الحاكم الشرعي، ظهور حال المولى الحكيم، هو البعث والتحريك. طبعا يصوغ الأمر من أجل البعث والتحريك. بداعي البعث والتحريك كما يعبر. إذا ما دام هذا هو الظاهر وهذا هو الثابت بالدليل أيضا، فإذا نقول يستحيل الآن، حصلنا على الحصة الأولى من الاستحالة، استحالة التكليف بغير المقدور، استحالة الجعل بغير المقدور، استحالة الصياغة بغير المقدور، استحالة التكليف بغير المقدور، استحالة الاعتبار بغير المقدور بلحاظ هذه الحصة، وهو الاعتبار الناشئ من داعي البعث والتحريك. الصورة الرابعة وهي الكلام في مرحلة الإبراز، وقلنا الإبراز إما بخطاب أو بغيره، وهو هذا مبرز، والخطاب هو دال، هو دال لو صح التعبير نعم، ومدلوله هو الجعل، هو الاعتبار، هو التكليف، فمجرد هذا عبارة عن دال. واللفظ وفي الخطاب واضح وهو لفظ، اللفظ واللفظ هو من أهم مصادق الخطاب، فهو مبرز في ذلك المعنى، فما يقال في المعنى يقال في اللفظ. المعنى الذي يدل عليه هو الحكم، الاعتبار، الجعل، ونحن قلنا الاعتبار هو خفيف المؤونة، سهل المؤونة، والمبرز له أيضا سهل المؤونة. فإذا لاحظنا المبرز الخطاب بما هو خطاب بمجرده فهو سهل المؤونة، وإذا لاحظنا الخطاب بما هو مبرز لاعتبار، والاعتبار يلاحظ بما هو مجرد، فأيضا هذا أيضا ممكن وسهل المؤونة، فممكن أن يأتي المولى بخطاب فيه أمر، فيه تكليف بغير المقدور، فيه اعتبار وصياغة بغير المقدور، أو يبرز الصياغة والاعتبار بغير المقدور، لأن الاعتبار ملاحظ هنا بمجرده. أما الاتيان بخطاب يبرز الاعتبار، يبرز التكليف، يبرز الصياغة بما هي ناشئة، بلحاظ كونها ناشئة من داعي بعث وتحريك، فهذا مستحيل، لأنه يستلزم اللغوية، يصدر الخطاب الذي يدل على التكليف الناشئ من البعث والتحريك، وهذا الخطاب هو المبرز لذلك البعث ولتلك الصياغة، هو أمر وهو تكليف بغير المقدور، فلا يتحقق البعث والتحريك، فأصدار هذا الخطاب سيكون فيه لغوية، ويستحيل لغوية على المولى، فيستحيل أن يصدر الخطاب. لاحظ إذن ما يقال في الاعتبار، في الصياغة، في التكليف، يقال في أخرى. إذن عندي حصة أخرى صارت في الخطاب أيضا مستحيلة، هو أن الخطاب إذا كان ناشئا من البعث والتحريك، أي إذا كان مبرزا للاعتبار الناشئ من البعث والتحريك. الصورة الخامسة هي مرحلة الإدانة، مرحلة الإدانة، مرحلة المؤاخذة، مرحلة الاستحقاق، مرحلة التنجيز واستحقاق العقاب، وأيضا كما بينا قلنا بأن المولى في مرحلة الإدانة، في مرحلة العقاب، هل يحق له، هل يحسن منه أن يعاقب المكلف إذا لم يكن قادرا على الفعل، إذا كان عاجزا عن إتيان بالفعل بالواجب، هل يحق له؟ نقول يقبح على المولى معاقبة المكلف إذا كان عاجزا. إذن يستحيل، وصدور القح من المولى مستحيل، من المعصوم سلام الله عليه مستحيل، من المولى جلت قدرته مستحيل، إذن إدانة المولى، معاقبة المولى،
للمكلف على تكذيب غير مقدور مستحيل. الآن نقول لو أردنا أن نحقق الإدانة، لو أردنا أن نحقق التبعة والمؤاخذة والعقاب، أردنا أن نحقق العقاب وأردنا أن يتحقق العقاب وتحقق المؤاخذة وتحقق الإدانة، أردنا أن نحقق عالم الإدانة، مرحلة الإدانة وتتحقق الإدانة. الآن نقول لتحقيق مرحلة الإدانة، هل يصح من المولى، هل يعقد من المولى أن يأمر بشيء، أن يكلف بأمر غير مقدور حتى تتحقق الإدانة؟ هل يمكن التكليف، هل يعقل من المولى، هل يمكن من المولى أن يأمر بتكليف غير مقدور حتى يجين المكلف عليه أو على عدم الإتيان به، ويعاقب المكلف على عدم الإتيان به حتى يحقق الإدانة وعالم الإدانة ويحقق المؤاخذة والعقاب؟ نقول يستحيل على المولى التكليف بغير المقدور في عالم الإدانة حتى يحقق الإدانة ويحقق العقوبة. لماذا؟ لأنه يقبح عليه العقوبة إذا كان المكلف غير قادر على الإتيان. إذن يستحيل، هذه أيضا حصة أخرى من الاستحالة، يستحيل التكليف بغير المقدور في عالم الإدانة. إذن صار عندي يستحيل التكليف بغير المقدور في عالم الاعتبار أو في مرحلة الاعتبار، طبعا مرحلة الاعتبار بلحاظ ليس مطلق مرحلة الاعتبار، وإنما الحصة منها وهي حصة لحاظ الاعتبار به ناشي من داعي البعث والتحريك. إذن يستحيل التكليف بغير المقدور في مرحلة الاعتبار، يستحيل التكليف بغير المقدور في مرحلة الخطاب، في مرحلة الإبراز أو المبرز، أيضا قلنا في حصة منها التي تقابل الاعتبار الناشئ من داعي البعث والتحريك، وأيضا يستحيل التكليف بغير المقدور في مرحلة أو في عالم الإدانة. واضحة هذه المسألة؟ إذن المتحصل أن القدرة، إذن نقول يستحيل التكليف بغير المقدور في مرحلة الإدانة أو في عالم الإدانة أو في الإدانة، إذن الفعل غير المقدور يستحيل في عالم الإدانة، الفعل غير المقدور مستحيل الأمر به في عالم الاعتبار. إذن يشترط في عالم الاعتبار أن يكون الفعل مقدورا أو غير مقدور أو مطلق؟ نقول لا، يشترط في عالم الاعتبار أن يكون الفعل مقدورا، لأنه يستحيل الاعتبار، يستحيل التكليف بغير المقدور في عالم الاعتبار أو في مرحلة الاعتبار. إذن القدرة شرط ضروري في الاعتبار، والقدرة شرط ضروري في الإدانة، كما تحدثنا في الاعتبار يأتي الكلام في الإدانة. إذن القدرة شرط ضروري في الإدانة، القدرة على الفعل، قدرة المكلف على إتيان الفعل أي عدم العجز، القدرة شرط ضروري في الإدانة، والقدرة شرط ضروري في الاعتبار، في التكليف، في الجعل، في الصياغة. طبعا قلنا بلحاظ داعي البعث والتحريك حتى لو لم نذكر في المقصود هذه القصة. إذن العقل يحكم هذا عندما نتحدث ضروري ومستحيل في الكلام، والكلام في الأدلة العقلية وفي القضايا العقلية. إذن العقل يحكم أن التكليف، أن الاعتبار، أن الصياغة، أن الجعل مشروط بالقدرة، أي بالفعل المقدور أو بقدرة المكلف على إتيان الفعل، المهم هو مشروط بالقدرة. وأن العقل يحكم كذلك، فأن العقل يحكم أو يدرك أن التكليف، يدرك ويحكم أن التكليف لو صح التعبير، أو أن الإدانة على التكليف مشروطة بقدرة المكلف على إتيان التكليف ومخالفة هذا الأمر. إذن أيضا العقل يحكم أن الإدانة مشروطة بالقدرة، فالعقل يحكم أن الإدانة مشروطة بالقدرة، والعقل يحكم أن الاعتبار والتكليف والجعل مشروط بالقدرة، وكما أضفنا حصة الخطاب وقلنا أيضا أن العقل يحكم ويدرك بأن الخطاب
المبرز أن المبرز أيضا في الخطاب فهو أيضا مشروط بالقدرة. وأيضا ماذا استفدنا؟ أيضا ماذا حكم العقل وماذا أدرك العقل؟ أدرك العقل أن القدرة ليس شرطا ضروريا، ليس شرطا ضروريا في روح الحكم أو مبادئ الحكم، ليس شرطا ضروريا في الإرادة، وليس شرطا ضروريا في الملاك، وهي ليست شرطا ضروريا أيضا في الاعتبار بمجرده بلحاظ الاعتبار بمجرده، وليس شرطا ضروريا في المبرز بلحاظ المبرز بمجرده. إذن القدرة ليست شرطا ضروريا في مبادئ الحكم، أي ليست شرطا ضروريا في الملاك والإرادة، وهذا أيضا المهم في المقام نؤكد على هذه الأمور على الملاك والإرادة. فالقدرة ليست شرطا ضروريا في مبادئ الحكم في الملاك والإرادة. نأتي نقول عندما نقول بأن القدرة ليست شرطا ضروريا في مبادئ الحكم، هنا نسلب الضرورة، لكن نسلب الضرورة لا يسلب الإمكان، فإذن هي ممكنة. وكما بينا كيف أن الطيران غير مقدور، وبالرغم من هذا كان فيه الملاك وكان فيه إرادة. إذن ملاك الحكم والإرادة ليس بالضروري أن تكون مشروطة بالقدرة. ممكن أن تكون متحققة حتى لو لم يكن الفعل مقدورا. إذن القدرة ليس شرطا ضروريا في الملاك والإرادة، لكن القدرة ممكن أن يقيد الملاك والإرادة، يقول فقط في الفعل المقدور، ويقيد المصلحة فقط في الفعل المقدور، ويقيد الإرادة فقط والشوق والحب فقط في الفعل المقدور. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن ممكن أن تقيد بالقدرة، لاحظ، ممكن أن تقيد الإرادة والملاك مبادئ الحكم، ممكن أن تقيد بالقدرة، لكن ليس بالضرورة أن تقيد بالقدرة. ممكن أن تكون مشروطة بالقدرة، لكن ليس بالضرورة أن تكون مشروطة بالقدرة. ممكن أن تكون مشروطة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مشروطة. فإذا كانت، استفدنا من الدليل، استفدنا بأن الملاك والقدرة مشروطة بالقدرة، الملاك والإرادة مشروطة بالقدرة، فنعرف بأن مع عدم القدرة مع العجز لا ملاك ولا إرادة إذا كانت مشروطة بالقدرة. أما إذا كانت من بعد الحكم غير مشروطة بالقدرة، لم تقيد بالقدرة، فبدون نقول إذا مبادئ الحكم أي الإرادة والملاك إذا كانت غير مشروطة بالحكم بالقدرة، فهي إذا تكون موجودة سواء كان المكلف قادر على القيام بالفعل أو عجز المكلف عن القيام بالفعل، يبقى الملاك وتبقى الإرادة كما في مثال الطيران. لاحظ الآن، فقط أريد أن أكرر هذه العبارة، قلت أن مبادئ الحكم الإرادة، الآن عندما أقول مبادئ الحكم أقصد الإرادة والملاك، أن مبادئ الحكم إذا قيدت، لاحظ، إذا قيدت مبادئ الحكم بالقدرة
لاحظ قلنا مبادئ الحكم ليس بالضروري أن تقيد بالقدرة، لكن ممكن أن تكون مشروطة أو مقيدة بالقدرة. إذا قيدت، لاحظ، إذا قيدت مبادئ الحكم، ماذا نقصد؟ أي الإرادة والملاك. إذا قيدت مبادئ الحكم بالقدرة سميت هذه القدرة بالقدرة الشرعية. إذا ماذا نقصد بالقدرة الشرعية؟ نقصد بالقدرة الشرعية أن مبادئ الحكم مقيدة بالقدرة. لماذا هنا أدخلنا القدرة الشرعية؟ لأننا مع الحكم العقلي نقول لا يوجد ضرورة بالتقييد بالقدرة، ممكن أن يتحقق الملاك والإرادة حتى مع العجز. إذن الملاك والإرادة ممكن أن يتحقق في المقدور وفي غير المقدور، إذن لا يوجد تقييد في القدرة وفي المقدور. فالشارع يتدخل فيبين بأن الملاك والإرادة مشروطة ومقيدة بالقدرة، فإذا تدخل الشرع فهذه تسمى بالقدرة الشرعية. فالقدرة الشرعية هي حال كون كون مبادئ الحكم، وهي حالة كون مبادئ الحكم مشروطة بالقدرة طبعا شرعا كما بينا. فيقال أن دخل القدرة في التكليف شرعي، كما لو أشار الشارع المقدس ونص على في خطابه على تقييد الملاك أو مبادئ الحكم بالقدرة. وطبعا أيضا نحن من أين نعرف الملاك والإرادة، وكيف نعرف أن هذه مقيدة وهذه؟ نحن قلنا ملاك والإرادة، نعرف وجود ملاك وإرادة بالدلالة الالتزامية من الخطاب. فممكن نقول لو قيد الخطاب بالقدرة فإذا هو مقيد شرعا بالقدرة، فيدل بالمطابقة على تقييد الاعتبار بالقدرة أو التكليف بالقدرة، ويدل بالالتزام على تقييد الملاك والإرادة يتقيد مبادئ الحكم بالقدرة. هذا كلام آخر ليس هو محل الحديث. إذن إذا قيدت مبادئ الحكم بالقدرة فهي قدرة شرعية، وإذا لم تقيد مبادئ الحكم بالقدرة فهي طبعا تكون مطلقة، ممكن أن تشمل حصة العجز والعاجز. لكن هنا يقال سنستفيد، لاحظ نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا ما نتحدث أو ما يعرف في الملاك والإرادة من أين نعرف هذا؟ من الجعل، من الصياغة، من التكليف، من الاعتبار. والاعتبار من أين يعرف؟ يعرف من المبرز. فالمبرز الخطاب يدل بالمطابقة على الاعتبار، على الجعل، على التكليف، ويدل بالالتزام على الملاك والإرادة. نحن قبل قليل قلنا بأن الاعتبار بالضرورة مقيد عقلا، الاعتبار بلحاظ كونه ناشئا عن البعث والتحريك. فالاعتبار بالضرورة مقيد بأي شيء؟ مقيد بالقدرة. فالخطاب يدل بالمطابقة على الاعتبار المقيد بالقدرة، طبعا قلنا بالضرورة مقيد بالقدرة عقلا، فيدل بالالتزام على تقييد الملاك بالقدرة عقلا. لاحظ لم يتدخل الشارع بهذا، لكن علمنا بأن الملاك، بأن الإرادة مقيدة بالقدرة، لأن الاعتبار مقيد بالقدرة، لأن الجعل مقيد بالقدرة، لأن التكليف مقيد بالقدرة، لأن الصياغة مقيدة بالقدرة. قلنا بالضرورة وأثبتنا هذا، قلنا يستحيل الاعتبار بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل الجعل بغير المقدور، يستحيل الصياغة بغير المقدور. ف
فإذن الآن نعرف ماذا نقصد بالقدرة الشرعية والقدرة العقلية. أرجو أن تكون القضية واضحة إلى هذا الحد. فالقدرة الشرعية أي أن الملاك والإرادة يستفاد التقييد فيهما، التقييد بالقدرة فيهما يستفاد من الشارع إذا نص الشارع على التقييد، وإذا لم يستفد هذا فممكن تستفاد أو يستفاد التقييد بالقدرة عقلا. فإذا استفيد التقييد الملاك ومبادئ الحكم استفيدت بأنها مقيدة بالقدرة من قبل الشارع وبنص الشارع، وأن القدرة داخلة في الملاك وداخلة في الإرادة وبالتأكيد تكون داخلة في التكليف وفي الجعل والاعتبار، فهي قدرة شرعية. وإذا لم ننص الشارع فنتحدث في القدرة العقلية. والكلام الذي تحدثنا عنه ونحن أيضا نطرح كما طرح السيد قنصت نفسه شكل مقدمات أو نقاط، عندما تحدثنا عن استحالة التكليف بغير المقدور سواء كان في مرحلة الاعتبار أو في مرحلة الإدانة، فلا فرق في الاستحالة، فلا فرق في استحالة التكليف سواء كان التكليف مطلقا وفيه استحالة دون تدخل المكلف لو صح التعبير، أو تتحقق الاستحالة أو في الاستحالة بصورة مطلقة سواء كان لفعل المكلف أو للمكلف مدخلية في تحقق التكليف المستحيل أو تنجيز التكليف المستحيل، أو كان مقيدا بتدخل المكلف بتحقيق أو بتنجيز هذا التكليف، أي لا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا كما لو قال الأمر طر إلى السماء مباشرة، يقول له طر إلى السماء ويستحيل الطيران على المكلف، أو أن يكون التكليف مقيدا ومرتبطا بإرادة المكلف بتصرف المكلف باختيار المكلف، هو الذي يوقع نفسه أو هو الذي ينجز هذا التكليف، كما لو قال الأمر إذا صعدت إلى السطح فطر إلى السماء، أيضا هذا التكليف وهذا الاعتبار أيضا مستحيل. نأتي هنا نقول الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف. قيل أنه لا ثمرة، لا يوجد ثمرة في اشتراط القدرة في التكليف، أي في الاعتبار، عندما نقول في التكليف أي الاعتبار أو الجعل أو الصياغة وهي المرحلة الثالثة بعد الملاك والإرادة. قيل بأنه لا ثمرة في اشتراط القدرة في التكليف الاعتبار. لماذا لا يوجد ثمرة؟ وتحدثتم عن اشتراط القدرة في التكليف واشتراط القدرة واستحالة التكليف بغير المقدور، استحالة الاعتبار بغير المقدور، وصرفتم هذا الوقت، إذا ليس فيه ثمرة ولا يدخل، إذن لماذا نصرف هذا الوقت؟ فهذا نوع من اللغوية وأضعنا الوقت. إذن يقول هذا القائل، يقول إنه لا ثمرة في اشتراط القدرة في التكليف الاعتبار سواء اشترطنا أو لم نشترط، ليس فيها ثمرة. لماذا؟ يقول لأن العاجز غير القادر غير مدان على كل حال، سواء اشترطنا القدرة أو لم نشترط القدرة فالكلام في العاجز، سواء اشترطنا في الاعتبار القدرة أو في التكليف أو لم نشترط، لكن الإدانة مشروطة بالقدرة كما بينا، يستحيل التكليف بغير المقدور، فهذه كافية في الدفع، فلماذا تبحثون اشتراط القدرة أيضا في الاعتبار وفي الجعل وفي التكليف؟ يقول إذن لا ثمرة في اشتراط القدرة في التكليف أو في الاعتبار، وذلك لأن العاجز غير القادر، العاجز غير القادر أيضا هو بكل الأحوال غير مدان على كل حال، أي سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف أم قلنا بأن التكليف يشمل العاجز أيضا كما يشمل القادر والمتمكن وغير العاجز، فإذن ففي كل الأحوال هو لا يدان، لأن الكلام في العاجز وفي الفعل غير المقدور. يقول لكن يقال، قيل لكن يقال توجد ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على كل حال، بالرغم من أن العاجز غير مدان، لكن أين الثمرة؟ تظهر الثمرة في وجوب القضاء مثلا، وهذه الثمرة لاحظ الثمرة ليست متصلة بالاعتبار،
ليست متصلة بالجعل والتكليف، وإنما الثمرة متصلة بالملاك، متصلة بمبادئ الحكم. هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. لاحظ، لنترك القدرة الشرعية جانبا، طبعا إذا كانت مقيدة بالقدرة الشرعية واضحة القضية، فقط لا يوجد ملاك إلا في حالة القدرة، ففي حالة عدم القدرة لا يوجد ملاك، انتهينا. الآن لنترك القدرة الشرعية جانبا، وأتى الدليل غير لم ينص على القدرة الشرعية. نأتي نقول الآن يوجد عاجز، إذن العاجز يدان؟ نقول لا يدان. إذن لا يدان، إذن هذا العاجز لا يدان. الآن نأتي نقول هل يقضي الفعل؟ فاته الوقت، وقت الصلاة فات، هل يقضي الفعل أو لا يقضي؟ الآن نقول إذا قلنا بأن الاعتبار، التفت إلى هذه النقطة، يقال إذا قلنا بأن الاعتبار الجعل التكليف، ماذا تريد أن نسمي الكلام؟ التكليف أو الاعتبار. إذا قلنا بأن التكليف أو الاعتبار مشروط بالقدرة، مقيد بالقدرة، فهنا نقول إذا كان مقيد بالقدرة من أين؟ عقلا. نحن قلنا ما نقول بالضرورة، هو الكلام اعترض علينا هنا، يقول لماذا تبحثون في هذا الأمر؟ إذا الشارع نص طبعا لا يتحدث هذا، نقول الشارع نص على شرط القدرة، لكن الآن مع الضرورة ومع الدليل العقلي. فقلنا إذا قلنا بأن الاعتبار، بأن التكليف مقيد بالقدرة عقلا، فإذا الخطاب الذي ليس في قيد القدرة، فإذا الخطاب وهو المبرز للاعتبار، المبرز للتكليف، سيدل بالمطابقة على أي شيء؟ على التكليف المقيد بالقدرة عقلا، وأكثر من هذا يدل على أيضا بالملازمة، والملازمة أنت تتفرع من الدلالة المطابقية، فيدل إذن هنا يدل على أن التكليف مقيد بالقدرة بالمطابقة. والتكليف أو الاعتبار هو بداعي البعث والتحريك، الناشئ طبعا من أي شيء؟ من روح الحكم، من الملاك والإرادة. فإذا هذه دلالة مطابقية، يدل على التكليف المقيد بالقدرة، إذا يدل بالملازمة على الملاك أيضا مقيد بالقدرة. فإذا علمنا هنا بأن القدرة دخيلة في الملاك، والملاك مقيد بالقدرة، والإرادة مقيدة بالقدرة، إذن مع العجز لا يوجد ملاك، مع العجز لا يوجد إرادة، إذن العاجز لا يوجد ملاك في حقه، لا يوجد مصلحة في فعله، لا يوجد إرادة وشوق وحب من المولى لفعله، فلا يوجد قضاء. أما إذا قلنا لم نقل بالثقيب بالقدرة، لم نقل بأن التكليف والاعتبار مشروط بالقدرة عقلا، فهنا نقول بالرغم من أن العاجز غير قادر، لكن مع هذا وبرغم من أن العاجز غير قادر فلا يدان، لكن مع هذا نأتي نقول إن الاعتبار، إن الجعل غير مقيد بالقدرة، هذا الاحتمال الفرد الثاني لو قلنا بأنه غير مقيد بالقدرة عقلا، فهو غير مقيد بالقدرة، فإذا الخطاب يدل، المبرز يدل على الجعل، يدل على الاعتبار، يدل على التكليف المطلق، التكليف المطلق أي غير مقيد بالقدرة، هذا بالمطابقة يدل على التكليف المطلق لو صح التعبير. إذن يدل على التكليف المطلق بالمطابقة،
ويدل على الملاك المطلق أيضا بالمطابقة، ماذا بالملازمة عفوا بالالتزام، ماذا نقصد يدل على الملاك المطلق؟ أي يدل على الملاك غير المقيد بالقدرة، أي يدل على الملاك الذي يشمل العاجز والقادر. إذن الآن أقول هذا عاجز لم يستطع الاتيان بالصلاة خلال الوقت وخرج الوقت، نقول الآن يوجد ملاك، يوجد مصلحة في الفعل في فعل الصلاة، نقول نعم يوجد مصلحة، تحقق الملاك. إذن حتى العاجز نقول بعدين ارتفع العجز، إذن يوجد مصلحة في الفعل لأن الملاك لم يسقط عنه، حتى في حالة العجز يوجد ملاك، وما دام الملاك موجودا إذن يوجد إرادة، يوجد حب وشوق من المولى. إذن ومع تحقق الملاك يجب عليه القضاء، يجب عليه إدراك الملاك. إذن في النتيجة نقول إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف أو الاعتبار، هذا كلام وهذا دليل أو برهان لو صح التعبير، نحن الإجمال لا نريد أن ندخل بتفصيل وفي نقاش حتى لا نضيع أصل المطلب. نقول إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف أو في الاعتبار، أي أصل الكلام قلنا إذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة، وذلك لأننا إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف في الاعتبار كان حكم العقل باشتراط القدرة بنفسه قرين على تقييد إطلاق الخطاب، فكأن الخطاب متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز، وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز، ولا يمكن إثبات أن العاجز قد فاته الملاك وعليه لا يجب عليه القضاء. وقد بينا سابقا أن الخطاب يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، ويدل على ثبوت التكليف الاعتبار بالدلالة المطابقية، واخترنا أيضا هناك تبعية الدلالة الالتزامية في السقوط والانتفاء للدلالة المطابقية. فإذا كان الخطاب غير شامل للعاجز، لاحظ هذه هنا الدقة نريد أن نؤكد عليها، وهذه من تطبيقات تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية في أي شيء، في السقوط، في سقوط عن حجية. فقلنا ما دام الخطاب مقيد بالقادر فإذن فهو لا يشمل العاجز، إذن العاجز خارج لو صح التعبير تخصصا، فالخطاب لا يشمل العاجز، فإذن الملاك لا يشمل العاجز. فإذا سقط الخطاب، لاحظ، لا أنت مثل هذه النقطة، إذا سقط الخطاب لو الخطاب ليس الخطاب وإنما التكليف، الخطاب يدل قلنا عندما يقيد التكليف بالقادر فإذن الخطاب لا يشمل العاجز. فإذا كان التكليف لا يشمل العاجز، أي سقط تكليف العاجز، قلنا الخطاب يدل بالمطابقة على التكليف، فإذن إذا سقطت الدلالة المطابقية بخصوص العاجز، أي سقط التكليف بخصوص العاجز بالدلالة المطابقية، إذن تسقط الدلالة الالتزامية بخصوص العاجز أو لا تسقط؟ تقول نعم تسقط، إذا سقط التكليف بخصوص العاجز بالمطابقة يسقط الملاك بخصوص العاجز بالمطابقة بالالتزام. عفوا أعيد هذه القضية وأكرر هذه القضية، إذا سقط ثبت عندنا بالتقييد قلنا لأن التكليف مقيد عقلا بالقدرة، فإذن العاجز لا يشمله التكليف، يسقط التكليف عن العاجز. فإذا سقط التكليف عن العاجز، أي سقطت الدلالة المطابقية عن العاجز، أي سقط التكليف عن العاجز، فإن الدلالة الالتزامية لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقة، فإن الدلالة الالتزامية أي الملاك يسقط عن العاجز أيضا، أي
إذا قلنا بأن التكليف سقط عن العاجز بالمطابقة، فإن الملاك يسقط عن العاجز بالالتزام. إذا انتفى التكليف عن العاجز بالمطابقة ينتفي الملاك عن العاجز بالالتزام، فلا ملاك فلا وجوب القضاء. فإذا كان الخطاب غير شامل للعاجز فإنه يدل بالمطابقة على عدم ثبوت التكليف أو الاعتبار بحق العاجز، ويدل بالملازمة على عدم ثبوت الملاك بحق العاجز. نقول أما إذا لم نقل بأن القدرة شرط في التكليف شرط في الاعتبار، هنا نقول فإن المدلول المطابقي للخطاب يدل بإطلاقه على أن التكليف ثابت الاعتبار ثابت بحق القادر وبحق العاجز، لأننا قلنا ننفي الاستحالة استحالة التكليف بغير المقدور في عالم الاعتبار أو في مرحلة الاعتبار. إذن نقول بالإطلاق ما دام غير مقيد عقلا بالقادر أو بغير العاجز، إذن هو يشمل العاجز أيضا، إذن التكليف يشمل العاجز. فإذا دل بالمطابقة على شمول العاجز بهذا التكليف وبهذا الاعتبار وبهذا البعث والتحريك، إذن هو يدل بالالتزام على وجود ملاك وجود إرادة، ولا لماذا يبعث نحوه؟ إذن بعث وتحريك ويوجد جعل ويوجد تكليف أيضا حتى بالنسبة للعاجز، إذن المولى يحب هذا الفعل أو لا يحب هذا الفعل، يدرك المصلحة في هذا الفعل أو لا يدرك المصلحة في هذا الفعل. طبعا لا تتصور هذه، لكن أيضا ممكن أن تتصور لو أتى المكلف وغير قادر لكن صدفة أتى بالفعل سواء كان صلاة أو غير شيء، الصلاة الآن لا تتحقق ولا نتصور فيها أن تأتي صدفة، لو أتى بالفعل صدفة العاجز تحقق الفعل صدفة. فقد تحقق الملاك فلا يجب عليه القضاء أن لا تحقق صدفة. سيأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة في مراحل لاحقة. إذن فكما أن المدلول المطابقي للخطاب قلنا بعد أن نفينا شرط القدرة، فكما أن المدلول المطابقي بإطلاقه أي المدلول المطابقي نقصد التكليف أو الاعتبار، فكما أن المدلول المطابقي التكليف والاعتبار بإطلاقه يشمل العاجز، كذلك الملاك وهو المدلول الالتزامي، كذلك المدلول الالتزامي بإطلاقه يشمل العاجز. انتهت القضية، لاحظوا استفدنا من الإطلاق هنا. فكما أن المدلول المطابقي يشمل العاجز كذلك المدلول الالتزامي يشمل العاجز. المدلول المطابق هو التكليف والاعتبار، إذا نقول فكما أن التكليف والاعتبار بإطلاقه يشمل العاجز كذلك الملاك يشمل العاجز، وعليه يثبت أن العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذور لا يدان، لكن يجب عليه القضاء بعدين تمكن عليه أن يدرك الملاك. هذه بصورة عامة والكلام على نحو العموم، والوقت قد أدركنا إن شاء الله. في الدرس القادم نبدأ عليكم التحضير إن شاء الله بصورة جيدة، ونحن سنبدأ بالقراءة مباشرة إن شاء الله إذا تمكننا من القراءة مباشرة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.